هل يجوز نكاح المسيار؟ نكاح المسيار هو من حيث الشروط، شروط النكاح، الإيجاب والقبول والولي والشهود، متوفرة به الشروط، لكن يفقد أشياء كثيرة. أولاً الإعلان، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح، وهذا النكاح سري ما يدرى عنه، فهو مخالف للسنة، مخالف للسنة، وربما يتهم اللي ما درى أنه متزوج من المرأة ويشوفه يختلف إليها يتهمه. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح لنفي هذه التهمة ودفعا عن أعراض الناس أنهم يتهمون بالزنا، وربما أنه يحصل عليه ضرر، ربما يضرب أو يمسك، لأنه ما أعلن النكاح حتى يعرف أنه زوجها، فهو عرض نفسه للخطر في هذا الأمر. ثم هو يأتي على استحياء ويأتي مختفيا، ما هكذا النكاح، النكاح علانية ولله الحمد، ما فيه عقد شريف، ما فيه سرية واختفاء فهذه ناحية. الناحية الثالثة أن زواج المسيار ينزع سلطة الزوج على زوجته وقوامته عليها، وتصير حرة تذهب إلى أين شاءت ولا يدري عنها ولا يقوم عليها ولا يحفظها ولا يصونها، ففيه نزع لقوامة الزوج على زوجته وحمايته لفراشه، لأنه لا يدري عنها وين تذهب وين تروح وين، ما له سلطة عليها. والزواج ليس كذلك. رابعا أو خامسا فيه ضياع الأولاد، لأن الأولاد لا ينشأون في بيته، وإن جابهم في بيته ما صار معهم أم، وإن خلاهم مع أمهم لم يكن له عليهم رقابة، ففيه مفاسد. زواج المسيار فيه مفاسد. نعم.